السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضلوا يا أولادي. هذه الفطائر خبزتها بنفسي قبل قليل، أنصحكم بشرائها. شكرا جزيلا لك، إنك رجل طيب. ومن قال أننا نريد فطائر قمت أنت بخبزها؟ هذا رجل كبير، لا يجوز أن تتحدث بهذا الشكل معه. هيا أحضر لي هذا النوع. حسنا يا ولدي. تذكرت، لقد جربت هذا البسكويت سابقا ولم يعجبني. لا أريده. سامي أرجوك عامله باحترام، إنه رجل كبير. إن كانت طريقتي لا تعجبك فلا تأتي معي مرة أخرى. سامي انظر لهذا الرجل الطيب، إنه في عمر جدك الذي تحبه، ولا طالما تكلمت عنه كثيرا. ألا يستحق هذا الرجل الطيب الاحترام الذي هو من صفاتنا الحميدة والتي درسناها وتربينا عليها؟ الحقيقة أنني أسأت إليك، أنا آسف. أنت بالفعل رجل طيب، لك مني كل الاحترام. لقد قبلت أسفك، فأنت في عمر أحفادي. بارك الله فيكم جميعا يا أولادي. اليوم درسنا عن الاحترام. الاحترام هو إحدى القيم الحميدة التي يتميز بها الإنسان ويظهرها لشخص ما أو قيمة ما. شخص ما وهو احترام الوالدين، احترام الجار، احترام المعلم. أما قيمة ما هي احترام البيئة واحترام القوانين والأنظمة. سوف نتحدث الآن عن مظاهر الاحترام. أولا احترام الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآيات الكريمة لها دلالات عظيمة على احترام الوالدين من خلال التعامل معهما بتواضع وخضوع وتقدير قيمتهما ومكانتهما، والجلوس أمامهما باحترام والاستماع إليهما دون مقاطعة واتباع آداب الحديث التي تربينا عليها. طاعة الوالدين في كل الأمور، حيث يأمرنا الله بهذا فيما عدا الشرك بالله، وعدم إزعاجهما أثناء وجودهما في المنزل، وخاصة خلال نومهما، وتوفير لهما الأجواء الهادئة. الآن يا مس سوف نستعرض أهمية بر الوالدين. بر الوالدين يقربنا إلى الله تعالى، فننال من خلاله الأجر والثواب، هو سبب من أسباب دخول الجنة. كما يرتبط بر الوالدين يا مس بتفريج الكروب والهموم والحياة الميسرة والرزق والبركة والسعادة. كمان يا مس بر الوالدين يحبك الله ويحبك رسولنا الكريم. الآن سوف نستعرض صور احترامك لوالديك من خلال احترام خفض الصوت عند التحدث إليهما، القيام بالأعمال التي يطلبانها، والدعاء لهما بالرحمة. الآن إلى الصورة الثانية من صور الاحترام أو مظاهر الاحترام، احترام الجار. أمرنا رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار لقوله تعالى: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه هي مصائبه. الآن سوف نتحدث عن مظاهر أو صور احترام الجار. احترام الجار يا مس من خلال رد السلام عليه،
وإجابة دعوته لما لذلك من أثر طيبة في إشاعة روح الألفة والمحبة بينك وبين جارك. 2- كف الأذى عنه، فلا يجوز للجار أن يؤذي جاره. من خلال ماذا يا مس؟ من خلال عدم إزعاجه بالأصوات العالية أو سبه أو شتمه. 3- تفقده وقضاء حوائجه باستمرار والسؤال عنه. كيف؟ من خلال مساعدته في حال القدرة على ذلك، وتهنئته بالعيد بأفراحه ومواساته في أحزان. إلى المظهر الثالث من مظاهر الاحترام، احترام المعلم. نعرف يا مس أن المعلم بيقضي وقت طويل في تحضير الدروس وتعليمها للطلبة. من واجبي أنا كطالب رد الجميل له بماذا؟ باحترامه، من خلال خفض الصوت عند التحدث إليه، ورد السلام عليه والتلطف في مناداته، ثم حسن الاستماع. ماذا نعني بحسن الاستماع؟ هو التركيز ذهنيا وبدنيا مع المستمع، وهو أني أنا يا مس أكون مركز مع المعلم فيما يقوله، سواء كان ذهنيا أم بدنيا. تالا احترام قيمة ما. قيمة ما يا مس هي احترام القوانين والأنظمة واحترام البيئة. من واجبي أنا كمواطن أردني أنتمي إلى وطني احترام القوانين والأنظمة في مختلف شؤون حياتي. لماذا يا مس؟ إن هذه القوانين وضعت لماذا؟ لحمايتنا والحفاظ علينا. لو سألتك هسه يا مس كيف تحترم الأنظمة في مدرستك؟ طبعا رح تجاوبني من خلال الالتزام بهاي الأنظمة والقوانين اللي تضعها ماذا؟ الإدارة والمدرسة. نيجي كمان لاحترام القوانين والأنظمة في الدولة بوطنك، من خلال احترام السائق لماذا؟ لقوانين السير. نأتي الآن إلى احترام البيئة. كثير منا نيجي هسه يا مس إلى احترام البيئة. كثير منكم رح يسألوني يا مس شو معنى بيئة؟ البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان بما تحتويه من مكونات، سواء كان ماء، هواء، تربة، غابات. كيف أنا يا مس بدي أحترم هاي البيئة اللي أنا بعيش فيها؟ من خلال ماذا؟ الحفاظ على نظافتها وزراعة الأشجار لزيادة جمالها. كمان يا مس ترشيد استعمال موارد المختلفة، الموارد الطبيعية كالماء والكهرباء، من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه والكهرباء، وعدم رمي النفايات من نافذة ماذا؟ السيارة في أثناء سيرها. نستعرض الآن حل صفحة 43، يعطيكم العافية.